بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 32 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: هنالك شخص يذبح لأهل القبور ويضع التراب والحجارة التي يأتي بها من قبورهم في بيته للتبرك وجلب المنفعة، وأبناء تركتهم معه بالبيت. سؤالي: ما حكم أكل طعام من يعتقدون في القبور، ولا سيما مثل هذا الشخص، وكيف أتعامل معه، علما بأنني نصحت له ولكن دون جدوى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الاستكانة في القبور فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الغلو في القبور تحذيرا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم حتى وهو في سياق الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وخالفيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور، إلى غير ذلك. وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من الغلو في القبور والاستهان بها، لأن هذا يؤدي إلى الشرك الأكبر وعبادة غير الله عز وجل، من التبرك بالقبور وطلب البركة منها ودعائها من دون الله والاستغاثة بالموتى وسؤالهم، إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر الذي وقع بسبب الاستهان بالقبور في هذه الأمة كالأمم التي قبلها. قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، حذر أمته من ذلك أشد التحذير، وما ذاك إلا لخطورة هذا الأمر. فهذا الذي ذكره السائل من أن هذا الشخص قد فتن بالقبور ولاستغاثة بها إلى حد أنه يأتي بتراب منها وحجارة منها في بيته من باب التبرك بذلك، هذه فتنة عظيمة، وهذا شرك أكبر، لأنه دعاء لغير الله وطلب لجلب الخير الذي لا يقدر عليه إلا الله من غير الله، أو دفع الضر الذي لا يقدر على دفعه إلا الله من غير الله. فمثل هذا يجب مناصحته، دعوته إلى الله، ويجب إبلاغه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحذير من القبور والغلو فيها، والتبليغ أيضا كلام أهل العلم والمحققين المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، من أمثال ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية خصوصا في رسالته التوسل والوسيلة، كذلك ما ذكره الشيخ الإمام ابن القيم في كتابه غاثة اللحان من مصائب الشيطان، قد ذكر هذه الأمور حذر منها بكلام يشفي ويكفي لمن أراد الله هداية. فنوصي هذا الرجل أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى كلام أهل العلم، ألم يقرأ قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: والذين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسمى ذلك شركا وسماه كفرا وسماه كذبا. وكذلك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة الثابتة. والأمر ليس خطأ بسيطا، وإنما هو خطأ في العقيدة، في الإيمان والكفر، في التوحيد والشرك. فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله، وعلى من ابتلي من أمثاله أن يتوب إلى الله، وألا تأخذهم المكابرة
والعناد والتعصب فيما وجدوا عليه الآباء والأجداد، فإنهم والله لن ينفعوهم يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل من منهم يومئذ شأن يغنيه. لا ينفعهم التبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب. قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منه. فتقليد الناس على غير الحق تفضي عاقبته إلى البوار والخسار. وأيضا العداوة بين المقلد والمقلد والمتبع والمتبع في الضلال. الواجب على هذا الرجل وعلى غيره ممن ابتلي بهذه البلية أن يتوب إلى الله، وعليكم أنتم بمنصحته والتغليظ عليه، لعل الله أن يهديه، تكونون سببا لهداية. أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل الناس. وما حصل هذا الخلل في المجتمع الإسلامي إلا بتقصير العلماء وتقصير الدعاة إلى الله عز وجل في هذا الأمر، وانصرافهم إلى أمور لا تغني إلا إذا قام التوحيد قياما صحيحا. فكون الدعاة يعنون بأمور جانبية وأمور فرعية ويتركون الأصل ويتركون العقيدة ويرون الشرك يعد في الأمة ولا يعالجونه، ما هذه الدعوة؟ ألم يقرأوا كتاب الله؟ ألم يقرأوا ما ذكر الله عن الأنبياء وأن كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ أول ما يبدأون التوحيد والتحذير من الشرك. قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما قضية الأكل من طعامه فإذا كان غير ذبيحة، يعني ليست من ذبحه، لأن ذبيحته لا تحل، لأنه ما دام أنه يتعامل هذا التعامل مع القبور فإنه مشرك وذبيحته حرام، فلا يجوز لكم أن تأكلوا من لحم ذبحه. أما الطعام غير اللحم أو اللحم الذي لم يذبحه هو وإنما ذبحه واحد من تحل ذبيحته فلا بأس بلكمه. كذلك الطعام الذي لا يحتاج إلى ذكاء مثل الحبوب والثمار والفواكه لا بأس بأكلها، لكن مع المناصحة وعدم السكوت. وأما أولادك فلا تتركهم في بيته لحظة واحدة، لأنه يربيهم على السوء ويربيهم على الشرك ويربيهم على العقيدة الفاسدة. فاستدرك أولادك وأخرجهم من بيته. نسأل الله لنا وله الهداية، ونسأل الله أن يرد ضال المسلمين إلى الهدى ويبصرهم بالحق، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أجدتم وأفدتم، نفع الله بكم. شيخ صالح لا زال يتساءل عن التعامل معك، كل ذكرتم ما يخص الأولاد، ما يخص الأكل والشرب، بقية التعامل ما هو توجيهكم فيه؟ جزاكم الله خيرا. التعامل المباح لا بأس به، لكن بشرط المناصحة. أما التعامل معه حتى ولو في المباح البيع والشراء، وإذا سكتتم عن ذلك فهذا لا يجوز لكم السكوت وعدم إنكار المنكر. أما التعامل في الأمور المباحة البيع والشراء فلا بأس بالتعامل حتى مع الكفار. جزاكم الله خيرا. يقول أحث غيري على قيام الليل والأعمال الفاضلة الأخرى إلا أنني لا أقوم بما أحث عليه الناس كما ينبغي، هل ينطبق علي قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون؟ نعم، إذا كنت تتساءل عن العمل الصالح وأنت تحث الناس عليه فإن لك نصيب من هذه الآية، لما تقولون ما لا تفعلون، ولأن الناس يقتدون بك، فإذا أمرت الناس بشيء فلتكن أول من يبادر إليه من الطاعات حتى يصدق قولك عملك، حتى تكون قدوة صالحة. وليس هذا من باب الوجوب، إنما هو من باب الأولوية والأفضلية والاستحباب. أما في الأمور الواجبة فلا يذر أحد بتركه، لكن لا تترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف حتى وإن قصرت في بعض الأمور. لا تجمع بين إساءتين، ترك الدعوة، ترك الأمر بالمعروف، وأيضا ترك العمل الصالح أو الإقلال منه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها أحد الأخوات، تقول المرسلة أختكم في الله من الطائف أخت عبد الله. أخت عبد الله تقول إنها فتاة في بداية عمرها، وتقدم شخص لطلب الزواج منها لكنه أصيب بمرض نفسي، وحينئذ تريد أن تأخذ منه الطلاق كما تقول، وتتساءل عن المهر وعما أهدي إليها، كيف توجهونها شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. يجب للمرأة أن تطلب
الطلاق إذا كان هذا لمبرر شرعي ويكون هذا على يد القاضي على يد القاضي في المحكمة. وأما ما لها من الحقوق هذا أيضا عند القاضي هو الذي يحكم به. جزاكم الله خيرا. إذا لابد من الوصول إلى المحكمة حينئذ. لابد من هذا ولا يمكنها تخلص إلا عن طريق المحكمة. جزاكم الله خيرا. إلا إذا طلقها هو من نفسه أو تصالحت معه تصالحت معه على أن يطلقها وبذلت له شيئا من المال هذا يسمى بالمخالعة. هذا يصح ولو لم يذهبوا إلى القاضي. إذا كان مرض عقلي وقد ذكر ذلك وقال نعم ولا لأن هذا يعتبر من النقص من العيب أو النقص الذي يبيح لها إذا كان هذا المرض دائما معه ويحصل منها ضرر يحصل منه ضرر عليها فلها حق طلب المفارقة لكن عن طريق القاضي إلا إذا صلحوا. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول عامل في الأردن مصري الجنسية ورمز اسمه بالحروف واو ميم. أخونا يقول أنا شاب متزوج وقد رزقني الله بطفل وكنت في ذاك الوقت في الخارج وعندما رجعت علمت أن ابني هذا قد رضع من جدته التي هي والدة زوجتي 3 مرات متبعات فأصبح الطفل أخ لأمه فهل تحرم علي زوجتي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. هذا الرضاع لا يحرم عليك زوجتك لأنه لا علاقة برضاعة ابنك من جدته أمه لا علاقة له بتحريمها عليك. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين من الإمارات العربية المتحدة العين البدري علي محمد. أخونا يقول لقد حضرت إلى دولة الإمارات في سنة 83 ميلادية وكان ذلك في الصيف الشديد وأنا أعمل فلاح في إحدى المزارع ولم أستطع أن أصوم رمضان في ذلك الصيف القائم لمدة 4 سنوات وذلك لوجود المزرعة في الصحراء وليس هنا أي مكيفات أو أشياء تلطف من حرارة الجو ولكن بعد ذلك تحملت وأصبحت أصوم وقد هداني الله سبحانه وتعالى وقمت بزيارة بيت الله الحرام وتبت إلى الله ودعوته أن يغفر لي ما بدر مني ولكن أشعر بتأنيب ووخز الضمير وأريد أن تفيدوني الآن بالإجابة عن توبتي ومدى قبول الله سبحانه وتعالى وماذا يجب علي أن أفعل حتى تكون التوبة نصوحة وخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فما فعلته من الإفطار في نهار رمضان وأنت لست مريضا ولا مسافرا أخطأت فيه خطأ كبيرا وشدة الحر لا تبيح لك الإفطار فتصوم إن كان الوقت حارا وإذا أجهدك الصيام في بعض الأيام وخشيت على نفسك من الهلاك فلا بأس أن تشرب بقدر ما يبقي عليك حياتك ثم تمسك بقية اليوم وتقضيه بعد رمضان أما أن تترك الصيام نهائيا فهذا لا يجوز لك وما فعلته يعتبر من باب الخطأ وما دمت أنك قد تبت إلى الله فالله يتوب على من تاب ويغفر الذنوب جميعا ولكن عليك مع التوبة أن تقضي الأيام التي أفطرتها ولا تترك منها شيئا وعليك مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر فعليك أن تقضي الأيام وعليك مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير مقدار نصف الصاع أو كيلو نصف تقريبا عن كل يوم ولا بأس أن تجمع هذا الطعام عن الأيام وتدفعه لشخص واحد أو لعدة أشخاص. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح كثيرا ما يسأل العمال الذين يعملون أعمالا شاقة ولا سيما إذا كانوا في الشمس يسألون هذا السؤال هل يجوز لهم الإفطار وبعضهم يفطر فعلا لكونه سمع من هنا أو هناك أن ذلك جائز هل من توجيه كلمة عامة لو تكلمتم؟ لا يجوز الإفطار من أجل الأعمال الشاقة ما دام أنهم ليسوا ممن ذكر الله في القرآن المريض والمسافر والكبير الهرم والمريض المزمن والحائض والنفساء من النساء والحامل التي يضر الحمل بها أو بحملها أو المرضع التي يضر الرضاع بها أو بحملها هؤلاء هم أصحاب الأعذار أما شدة الحر مع كون الإنسان مقيما وصحيحا في جسمه إن هذا لا يبيح لهم الإفطار وهذه مسألة يغلط فيها بعض العوام وقد يفتي فيها بعض من ليس عندهم علم وفقه
فقه في الدين ويتسرعون في أمر الفتوى، فهذا خلل عظيم. كما ذكرنا في جواب السابق أنه يجب الصيام مع شدة الحر، لكن لو قدر أن الإنسان في أثناء النهار وصل إلى حالة خطرة فله أن يتناول ما يزيل عنه الخطر ويمسك بقية يومه ويقضي. أما إن ستر الله عليه وأكمل اليوم فهذا هو المطلوب. ثم ننصح أيضا بأن يكيف الإنسان العمل مع الصيام ولا يكيف الصيام مع العمل، بأن يعمل بالليل مثلا في ليالي رمضان، أو يخفف العمل حيث يعمل في وقت البردين في أول النهار وآخره ويستريح في وقت القيلولة ويستغل، أو يأخذ إجازة من العمل، يجعل لنفسه إجازة من العمل في شهر رمضان ويستغل بعد رمضان. فالمسلم يستطيع أنه يكيف عمله مع الصيام، لأن الصيام فريضة والعمل له وقت آخر ويمكن معالجته وتخفيفه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عبد اللطيف طه سليمان سوداني، يسأل فضيلتكم عن حكم الوضوء من الحوض الذي تشرب منه الإبل، جزاكم الله خيرا. لا بأس بالوضوء من الحوض الذي تشرب منه الإبل والغنم وحتى السباع، لا بأس ما دام أنه لم يتغير بنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، لم يتغير بنجاسة فإنه يصح الوضوء منه. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من الماء الذي يكون في الفلات وما ينتابه من السباع، فأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن السير على فضلات الإبل بدون حذاء، أجلكم الله، هل تعتبر فضلات الإبل من المواد النجسة؟ لا، الحمد لله. كل ما يؤكل لحمه من الإبل وغيرها فروثه طاهر، كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات فروثه وبوله طاهر. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الحدث بالحرام على شيء لما أفعل، وقلت حرام لم أفعل هذا الشيء ولكن بدون نية طلاق الزوجة، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا حرم الإنسان شيئا من الحلال فهذا يعتبر له حكم اليمين، تحله كفارة اليمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحريم رقبة، أو فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وذلك لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، اعتبر تحريم الحلال يمينا. إلا تحريم الزوجة ففيه الكلام بين أهل العلم، إذا نواه طلاقا أو نواه ظهارا أو لم ينوي شيئا، هذا فيه تفاصيل عند أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أذنبت ذنبا أتوب منه ثم أعود إليه، بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ يوجهك إلى التوبة النصوح التي من شروطها أن يعزم أن لا يعود إلى الذنب، فأعزم على أن لا تعود إلى الذنب ويعينك الله سبحانه وتعالى. ولكن لو قدر أنك عدت إلى الذنب بحكم نفسك الأمارة بسوء وتزيين الشيطان فلا تيأس من التوبة، توب إلى الله عز وجل وكرر التوبة، كل ما أذنبت فتوب إلى الله توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جزاكم الله خيرا. ألاحظ شيخ صالح أنه يقول إنني أحلف بالله على ألا أعود فأعود، ما كفارة اليمين وبماذا توجهونني؟ إذا حلف بالله ألا يعود ثم عاد فإنه تلزمه الكفارة، إذا عاد مختارا، إذا عاد إلى ذلك مختارا ذاكرا اليمين فإنه يكون عليه الكفارة، كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن